اللي انتوا طيبين. الحقيقة انه في عندنا في مصر دكتور مرموق جدا اسمه دكتور محمد عبد الوهاب، استاذ جراحة كبد بطب المنصورة. هو مش بس له صيت وسمعة يعني محترمة جدا كجراح، انما هو رائد من رواد زراعة الكبد في مصر. حكى لنا حكاية غريبة قوي. دكتور محمد بالرغم من مشاغله كتيرة، هو طبعا استاذ في الجامعة وبيعمل زراعات كبد عظيمة بيعملها المركز، حكى لنا حكاية أم وبنت مكانها لازم يكون في التلفزيون، لأن هي حكاية اتولدت على إيديه، طالبة عنده وأم طالبة. لازم نسمع الحكاية من دكتور محمد عبد الوهاب، الشاهد والشريك في الحكاية دي اللي لازم تتقال في عيد الأم. بمنتهى الاحترام والتقدير برحب بالجراح الكبير دكتور محمد عبد الوهاب. اهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. لا كتير كده. الحمد لله على السلامة. كتير كده. اتفضل يا دكتور. دكتور محمد عبد الوهاب، سعيدة وفخورة بوجودك معانا. ده أنا اللي أسعد. يا دكتور محمد، إيه حكاية البنت اللي كانت عندكم في كلية الطب؟ شروق. شروق. هي مامتها جات لنا قبل العملية بشهر ونص. مجرد مواطنة جاية بتكشف العيادة تحت، فوجدت عندها تليف كبدي وفي أورام في الكبد. طبعا ما فاجئتهاش بالموضوع، وبعض الاطباء قالوا تعمل حقن تاخد علاج كيماوي، فانا قلت لها مدام نخلص الموضوع عشان ممكن فجاه ما ينفعش حاجه، لازم محتاجه زراعه كبد عشان تعيش حياه كويسه ونتخلص من هذا الوباء. طبعا هي الست اتاثرت جدا، وكان معاها حد من العيله، خافت طبعا فجاه، ما انا لازم الموضوع لازم يتاخد بسرعة، إنجاز بسرعة علشان نخلص من القصة. فمشت وجت بعد يومين ثلاثة قالت لي الحل. قلت لها الزرع. طب المطلوب؟ قلت لها مطلوب متبرع. فقالت يعني بس لازم يكون من العيلة، وده شرط أساسي في المنصورة بالنسبة لكم في المعهد. وده معترف به دوليا وبشهادة، عشان يمنعوا أي حاجة لها علاقة بالتجارة بالأعضاء، تجارة الأعضاء، فلازم يبقى من العيلة، فيبقى الحافز الإنساني. وهذا الموضوع ملناش علاقة بيه، بيتعرض على لجنة قيم في الجامعة ويقروا إن ده من العيلة. فقالت ما عنديش إلا بنت نفس الفصيلة اللي هي شروق، بس دي طالبة في كلية الطب في سنة تالتة ولسه عن الامتحان الترم بتاع نص السنة شهرين ونص، فازاي يعني هتوفق ازاي؟ طبعا كانت مشكلة معقدة. فجت شروق تاني يوم وقالت انا فصيلتي نفس فصيلة ماما. قلت لها يعني موافقة؟ قالت لي طبعا، والامتحان قالت لي مش مهم والدراسة تتأجل. ما كانش ينفع تتأجل العملية يا دكتور. لا ما هو حضرتك ده فيه ورم، والورم ده ممكن يقعد شهر اتنين وممكن بعد ثلاث أسابيع تلاقيه انتشر في الكبد كله. لو تليف ممكن ثلاث أسابيع؟ ممكن. بنشوف كتير يعني ممكن يقعد سنة، إنما يعني مفيش جارانتي يعني ممكن دمان. ما أقولش لمريض أنا هضمن لك تعيد ست شهور من غير العملية. فيه ثلاث بؤر والكبد حالته كمان وحشة، يعني فيه حاجتين تليف وفيه ورق. فجت شروق اتعمل لها التحاليل ووافقت، وممكن مامتها ما كانتش متقبلة قوي، يعني تعرف الأم خايفة على بنتها طبعا، وبنت لسه شباب في الكلية ويعني مستقبل، ازاي هتضحي بنص الكبد لأمها؟ دي برضو كانت يعني كان المفروض من شروق ان هي يتاخد نص الكبد بتاعها. بيتاخد نص الكبد الفص الايمن، واصل دي عمليه حسابيه معقده بتاخد وقت علشان نظبط الجزء اللي فاضل لشروق يبقى يكفيها، والجزء اللي بيتاخد منها يكفي مامتها المريضه، يعني مش الموضوع من زاويه واحده. ف وصلنا الى النهايه
ويوم جمعة احنا بنشتغل لحد وانا بشوف المرضى. قالت لي عاوزة اقابلك، احنا منتظرين يعني نأجل اسبوعين ليا بنتي. قالت يعني حاجات عائلية مادية مش داعي لذكرها، لسه بندبر مبلغ بندبر باقي مش عارف ايه. قلت لها لا لا لازم تعمل عملية كبيرة، عملية كبيرة قوي. قلت لها لازم تعمل العملية والحاجات التانية دي مالكيش دعوة بيها. مين كان شايل الهم اكتر يا دكتور، شروق البنت ولا الام؟ الام يعني. وشروق يعني بالعاطفة كانت متلهفة انها تحيي امها، يعني تدي لامها جزء من من جسمها، يعني حبها لامها ده خلاها يعني ايه امل ان امها ترجع طبيعيه، امها المريضه اللي عندها تليف. بس الام هي اللي شايله الهم بقى. بس الام اللي شايله الهم. وده برضو بيرجعنا ان عندنا 500 حاله 60% منهم زوجات بيتبرعوا لازواجهم، ابناء بيتبرعوا لابواتهم، بنات اكتر حاجه البنت عاطفيه تجاه الاب والام. الا يعني اكتر المتبرعات بيبقوا بنات مش بنات. وهقول لك حاجه فاني هيضحكوا عليها، من ال 500 راجل اللي اتبرع لمراته. لا بجد راجل واحد اتبرع لمراته. ف المدام بتقول لك خايف على لا 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 هو يقول لك انا اجيب واحده ثانيه. انما يعني علشان في سياق هذا الكلام امبارح الحاله اللي عاملينها يعني من ال 500 متبرع واحد بس راجل، واحد بس راجل والباقي ستات. معظمهم زوجات او بنات او بنات، وفي اولاد، وفي بقى اولاد ابن الاخ ابن الأخ. انت بتقولي متبرع زوج، انما ممكن ابن يتبرع. ابن يتبرع. انما الزوج هو لا، زوج لزوجته، انما الزوجه لزوجها 40% من ال 500، يعني كام؟ 200 زوجه اتبرعوا لازواجهم. ده عدد الزوجه بتخاف على هيكل الاسره، عندها العاطفة ان الزوج ده يبقى عايش. لا هو يعني ما فيش حد بيندم على العطاء، يعني مش مهم يعني ان الزوجة تتبرع لجوزها، بس المهم انه ما تجوزش عليها بعد كده. حصل في حصل فعلا دكتور؟ حصل معلش يعني الراجل بعد مراته ما اتبرعت له بالكبد اتجوز عليها؟ في ناس حصلت. انا بقى انا حل. من رايي حضرتك تدخل لاوضه المعالية التاني ترجع لها الفص اللي هي اتبرعت بيه لجوزها. دكتور محمد عبد الوهاب، شروق قدرت تتبرع بالكبد لوالدتها الست منيره. وفات سنه. فات شهور طويله. يعني وهما الاثنين معانا دلوقتي في الاستوديو، البنت اللي اتبرعت شروق كامل، والام اللي كانت مش عايزه بنتها تتبرع لها السيده منيره محمد. اهلا 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 الحمد لله على سلامتك. الحمد لله كومبليتلي سيف زي ما بيقولوا. الحمد لله رب العالمين. ما انا كنت خايفه عليكي من التجمع وكده، تجمع الناس يعني، فقالوا لي لا. شكرا. الحمد لله على السلامه. ايه ده، ايه الجمال ده يا شروق؟ ان انا شفتك بجد يعني. ده انا الاسعد يا شروق، ده انا اللي اسعد ان انا بقابلك. اقعدي يا شروق اقعدي، ده انت جميله. تسلمي والله يخليك. ايه ده بنتك جميله قوي يا ست منيره. الله يخليك يا مدام منيره. الله يخليك الله يخليك. والامتحانات، انا عندي امتحان النهارده وامتحان بكره، يعني انا مروحه عندي امتحان كمان النهارده وبكره. انت في سنه كام يا شروق؟ رابعه طب بشري. رابعه طب بشري. قولي لي، قرار انك تتبرعي لماما ده اخذ منك تفكير قد ايه؟ يومين. يومين على طول، مجرد ما عرفنا ان في فرصه، ان هو ده حل من الحلول، لا خلاص هنعمله ان شاء الله. فلو مش نتردد. وانا سمعت ان ماما كانت قلقانة عليك وخايفة انك تتبرعي، قولي لي يا مدام منير. طبعا صعب ان يكون ضنا الواحد هو اللي يتبرع، يعني كنت اتمنى ان الموضوع يكون مختلف. طبعا ما اتمناش لها حاجة وحشة، بس يعني كان مفروض ان الام هي اللي تدي مش البنت هي اللي تدي، فتبدلت الاحوال. فطبعا كان موقف صعب، يعني صعب جدا عليا ان انا في الموقف وكمان بنتي هي اللي بتدي. فالحمد لله ربنا عداها على خير، والبركه في ربنا اولا وفي الايادي البيضاء بتاع الدكتور محمد. لا لحد انتوا من المنصوره؟ ايوه. لحد ما وافقتي او اديتيها يعني الاوكي ان هي تعمل ده، فكرتي في ايه يا مدام منيره؟ ف
فكرت ان انا يعني ارضى بقضاء الله وخلاص، يعني هيجي الميعاد في ساعه من الساعات وخلاص. بس الدكتور قال لك انه يعني فرصتك قليله قوي. قليله قوي، الموضوع كان يعني مفروض اخد قراري في خلال شهر. يعني انت لو قالوا لك ان في خطوره على الشوق كنت تفضلي انك هو اضيف في النقطه دي حاجه، ان احنا بنعتبر المتبرع ده قطعه الماز ماسة، فلازم نسلمه لاهله قطعه الماز ماسة برضو. مفيش فيه احتمال واحد في المليون ان يحصل لها حاجه. بس الام ما بتحسبهاش كده. طبعاً الام بتحسب زي ما حضرتك، مش بس هي صغيره، هي لسه ما اتجوزتش، هي لسه قدامها مستقبل. الام حسبتها مش طبيه، هي حسبت عواطف فعلا. الحمد لله عدينا الازمه على خير، والحمد لله زي ما حضرتك شايفانا كده. انت مكسوفه يا شروق ولا ايه؟ لا، هو رهبه الموقف بس. رهبه يعني موقف ايه؟ انا موقف اللي له رهبه بالظبط. يعني ما كنتش متخيله، اللي هو انا بتابع حضرتك دايما باستمرار، فاللي هو ايه ده، انا هقعد على الكنبه القطيفه؟ شوفوا يعني عضعوا فتحوا جسمها، فتحوا بطنها واخذوا نص الكبد، وليه يبقى قالت لك الكنبه القطيفه؟ يعني انت عملتي حاجه جامده جدا اصلا. لا، طموحي الكنبه القطيفه. طب طموحها وصل لحاجه لا تتخيلها حضرتك. اتفضل. بعد ما خرجت من العمليات وراحت الكليه، بعد ثلاث شهور جايه ومعاها طالبه زميلتها في الكليه الصبح، بتقولي ممكن نتفرج على العمليه؟ قلت لها اتفضل، احنا ما بنسمحش. بس شروق بالنسبه لنا يعني لبست لبس اللي هو التعقيم، يعني تشوف العمليه اللي حصلت بينها وبين مامتها شكلها ازاي. قعدت معانا 12 ساعه واقفه بتشاهد بين اوضه المتبرع واوضه المريض وبتسجل، يعني عاوزه تعيش. هي كانت نايمه على الترابيزه دي وبطنها بتفتح بتعمل عمليه، عاوزه تتخيل المنظر كمان. قولي لي بقى، لما شفتي العمليه وتخيلتي نفسك انت ومامتك وانت في اوضه المريض، فكرتي في ايه يا شروق؟ فكرت في كل لحظه مرت علينا. يعني هو انا دايما بقول لنفسي انا خدت الموقف من وضع افقي، يعني انا كنت داخله الدور بتاع العمليات على الترولي، المره دي انا داخله على رجلي. كنت انا مكان الحاله اللي بتتجهز، فانا عماله افتكر كل يعني كل الحاجات اللي حصلت معايا من اول ما دخلت، من اول ما بداوا يجهزونا، من كل التفاصيل. طبعا يعني كونفيوجن كبير، ان انا قاعده كل ده ذكريات بقى، اللي هو فلاش باك، قعدت سنه لورا. تمام. وبتخيل كل لحظه. هي مرعبه برضو، يعني انا ما شفتهاش، بس متخيله انه ده هو يعني ميجر سيرجري. صح. من العمليات الكبرى. الميجر طبعا. هو طبيان، هو عشان متعوده 12 ساعه 14 ساعه يعني عمليه، ما خفتش بس، او اللي هو توترت او بالعكس، كنت مبسوطه ان انا يعني عرفت الموضوع كان ماشي ازاي او كده، وكنت فخوره بان انا عايزه ادخل المكان ده واتمعن فيه، بس ما كنتش واخده وضع افقي، ابقى وضع راسي. يعني انا هسالك بقى، وانت في الوضع الراسي ده ما فكرتيش كده وقلتي لا انا لو كنت شفت العمليه دي يمكن ما كنتش اديت لماما؟ لا، ما انا شفتها يوتيوب. انا سالتها السؤال ده، مش فاكره؟ قلت لك ولا يا شروق، لما شفت المنظر ده وانت ما تبرعتيش ترجعي تتبرعي؟ قالت لا. ايوه. لا، هي يا امي ما اقدرش. يعني هو الفكره في حاجه، هي مامتي اصلا في الاساس ما كانتش محتاجه العمليه سيريسلي، يعني ما كانتش حاله متاخره او اللي هو، بس وانس ان انا عرفت في الكليه ان تسلسل الاحداث ده يحصل معاها من الاعراض المعينه، انا مجرد التفكير في الموضوع ده ما استحملتوش، فكان الموضوع لا انا عايزه انهي الموضوع ده، مش هقعد استنى او هنبدا نفكر، لا هنبدا نبص لمشاكل الموضوع فهنلغي الفكره. طالما طلعت الفكره لازم تتنفس حالا، تأجلي لآخر السنة لا. طب الامتحانات مش مشكلة، لو وصلت ان انا هيبقوا 8 سنين مش 7 سنين في الطب مش مشكلة. وطلعت بعدها بثلاث اسابيع بالظبط 21 يوم كنت داخلة امتحان نص السنة، وبفضل الدكتور محمد طبعا فرق معايا كتير جدا. ايه، كنت متغيبة الترم الاولاني تقريبا كله، بجهز مع ماما الاشعاعات والتحاليل واتحجزنا وهكذا. ساعدك دكتور محمد في الموضوع اكيد طبعا، اني تعديت نسبة الغياب المسموح ليا. انا كنت اوفيشالي محرومه من الامتحان، يعني محرومه من نص السنه، وبناء عليها اثر على اخر السنه، فانا نفسيا مش هقدر اكمل، خلاص هاجل، خلاص اوف السنه دي واجلها. الحقيقه الكليه لما شرحت لاداره الكليه هذا الموضوع، وكيل الكليه لشؤون الطلاب لم يتورع انه يلغي، يشيل كل الاجازات ويعتبرها. ايه الجمال ده؟
ايه الجمال ده؟ على قد ما الواحد بيشوف في الدنيا حاجات بايخه وسخيفه، لا لا، وموظفين وناس روتينيين وناس بتعرقب الحاجات وبتعقدها، على قد ما في ناس بتتفاهم. سعادتك بالتليفون يعني هو الموضوع، كلمته بالتليفون قال لي شروط تدخل الامتحان. القصه دي تطلع يعني تشيل كل البيروقراطيه والقوانين والبتاع والشروق تدخل الامتحان. ده قال تحديدا. انا بوجه التحيه لكل الناس اللي تفهمت الموقف ده تحديدا في جامعه المنصوره او في مركز الجهاز الكبد الجهاز الهضمي، مركز الجهاز الهضمي. تلاقيهم استكبروا، يعني البنت دي عملت حاجه مش مقصره ومش خيبانه ومتفوقه، ودت لمامتها نص الكبد، فكمان هيحرموها من الامتحان يعني. وحتى الموضوع رئيس الجامعه الدكتور إناوي من هو يعني مش رئيس جامعه وبس، لا ده هو راجل حتى في المشاكل دي في الحاجات دي بيتدخل فيها وبيحل بالتليفون. ما مش طيب. معقدين طيب. قبل العملية كان عندك كوابيس، احلام، تخوفات، ومامتك كمان عايز اسال، لانه قرار مش سهل يعني. زي ما بيقول يعني الواحد ممكن يهادي بفازة، يهادي بوردة، يهادي بفلوس، إنما أنه يهادي بحتة من جسمه دي حاجة صعبة. طب بمناسبة الهدية، أنا كنت محتارة السنة دي هجيب لماما هدية إيه، فالدكتور محمد لما اتكلمني إدارة البرنامج تواصلوا معايا عشان الحلقة، قلت بس جت من فوق ماما هديتك، أنا مطلعكي السنة دي يعني سي بي سي مع الأستاذ منى الشاذلي بجد. حلوة حلوة حلوة، ممتعة ممتعة، كانت احلى هديه. شفتي بقى حضرتك لقائك انقذها من الهديه بتاعه الام. بصي يا مدام منيره، انت ربنا هداكي ببنت زي الذهب الحمد لله، او زي ما دكتور محمد قال زي الالماس. هذا من فضل الله الحمد يعني لله، يعني ربنا اكرمك كرم الحمد ولو لله. ولو ما كنتيش انت تستاهلي او تستحقي ده، انا يمكن ما اعرفش حضرتك بشكل شخصي، بس دايما ربنا الناس الطيبه بيحط لهم حلول لا على البال ولا على الخاطر. صح كده صح كده، الحمد لله ربنا هم من عرق جبيننا وبالحلال، والحمد لله ربنا ردوا علينا بالحلال برضو الحمد لله. قولي بقى، جات لك كوابيس اترعبتي؟ طبعا طبعا، كنت خايفه ادخل انا واطلع من غيرها، بدليل اول ما فقت اول شيء سالت عليه شروق، طب صوروها لي على الموبايل لفريق الرعايه. وبصراحه برضو فرصه ان انا اشكر فريق الرعايه والعنايه، يعني فريق التمريض، فريق الدكاترة، الدكتور محمد كان يعني بصراحة مع كل الاحترام والقيمة والقامة والموضع الرفيع اللي هو فيه، كان بيحنوا علينا حنو الأب، يعني كان بيتعامل معانا. حضرتك بتشتغل يا مدام منيرة؟ لا أنا ربيت بيت. حضرتك خريجة إيه؟ كلية زراعة المنصور. أنا اتشرفت، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، فرصة سعيد. أنا مش عايزة أقول أكتر من كده، لأنه هو دكتور محمد تعامل بمنطق الطبيب والإنسان مع بعض، بس أنا عايزة أتخيل اليوم اللي شروق فيها تيجي تتجوز ومدام منيرة بقى، يعني الموضوع على فكرة أكبر وأعوص بكتير منها بنتك. لا ده بقى يعني حجم كبير، مش عارفة أتخيل أو أتصور إيه الموقف بالظبط، بس طبعا هيبقى يعني قمة السعادة وقمة الفرحة، وطبعا هدعمها بروحي وباعصابي وبكياني كله، يعني مش هقدر انفصل عنها، لازم هكمل معاها للاخر، لان هي انا المفروض تاريخ ميلادي من تاريخ العمليه، انا النهارده عندي سنه وثلاث شهور. ربنا يديكي العمر كله. الحقيقه في قصص كده ما بتبقاش عارف اكتر هو مين البطل، يعني الام ولا البنت، البنت ولا الام. بس انا في اللحظه دي قادره اشوف امين، يعني اذا كانت الام الطبيعيه هي مدام منيره، اللي اكيد يمكن شروق ما تحكيش زي اي ام قدمت حاجات كتيره جدا مدام منيره، انما كمان في لحظه شروق اتحولت لام لمدام منيره. صح كده، وخصوصا ان انا كمان اتربيت من غير ام، يعني انا ما شفتش ام. ايه ده والله؟ شفتي بقى ربنا ادالك بنت. اول مره بروحين. اسمع اول مره اسمع ان شروق تبقى ام مامتها،
اللفظ اللي سعادتك قلتي. بص انا بقول بشكل مجازي لفظ لا كله يعني قوه وفلسفي اكتر، اني اصبحت شروق ام لمنيرة ومنيرة ام لشروق. صعبه بحبكم جدا. انا بحبك اكتر. حي والله. وبعدين بقى ايه، انتوا عارفين العواطف والدموع ما بتاكلش عيش، صح كده؟ اه سيبك من الكلام اللي قالته والكنبه القطيفه وبتاع. لا، عيد الام عيد الام. كل سنه وكل ام طيبه يا رب، وكل يا سنه والجهاز الهضمي طيب، وكل سنه والدكتور محمد لانه كان بيحنوا علينا حقيقي، حنو الاب وحنو الام في نفس التوقيت. بصراحه شفنا منه يعني ايادي بيضاء وخيرات كتير. ده واجب علينا، الصحه يا رب ويطول في عمره لكل مواطن. وهو بالنسبه لعمليتنا عمل 500 عمليه، يا رب نحتفل بالمئويه بتاعه العمليات من بايده طول عمري يا رب. ان شاء الله. معاكي ورقه تأيدي، اكتبي عندك واحد مطبخ من مجموعه العربي، اتنين سيراميك المحجوب للمطبخ والحمام بشكل كامل، ثلاثة قاعدة على الكنبة القطيفة. خدها معايا. بصي يا مدام منيرة، بخلاف المطبخ الكامل اللي فيه كل حاجة، هيبقى عندك جهاز كامل من مجاميع. الحاجة التانية المطبخ والحمام كامل يعني من سيراميك المحجوب. بقى انت تاخدي السيراميك، هي تاخد السيراميك تقسم خمسه مع بعض، دي مشكله. انا بشكرك يا دكتور محمد، بشكرك طبعا في المطلق عشان شغلك وسمعتك وصيتك في عالم جراحة الكبد. بشكرك عشان انت ساعدت شروق، مش على المستوى الطبي بس، في كل حاجة، على المستوى العلمي وعلى المستوى اللوجيستي ان العملية دي تحصل، وهي عملية كبيرة. تلاتة انك حكت لنا عن الحدوتة دي، فانا كل امتنان وشكر لانك انت اللي قدمت لنا هدية في عيد الام يا دكتور محمد. لا انا شاكر جدا وجودي معاك هنا في الاستوديو، ودي اقدر اقول رساله للمجتمع المصري ان مصر بخير، وان الشعب مترابط، وان اللي حصل ده بيدل على ان احنا شعب قوي. مصر بخير والمشروع بخير. اوجه كلمه لكل رجال الاعمال، لكل انسان عنده قلب رحيم، لان في حالات بصراحه ملصقه في الارض او معدمه نفسها تعمل العمليه، والدكتور محمد حقيقه يعني مش مدخر جهد، بس طبعا مجهوده هو لوحده ما يقدرش يوفي بكل المتطلبات اللي محتاجها الجهاز، اللي محتاجها المرضى، اللي محتاجها لازم نتساعد، يبقى في دعم. لازم بصراحه بنتهز الفرصه دي ان انا اوجه الكلمه. بس هقول لك على حاجه يا مدام منيره، اتفضل. كل ده كوم انك تلاقي حد يساعدك، انك تلاقي حد يدعمك ماديا او معنويا او طبيا، وانك تلاقي بنت حلوه جوهره زي الالماز. الحمد لله. دي بتاعها كوم تاني خالص. حاجات بتوصل على طول على البيت. شكرا جزيلا. ميرسي يا مدام. السيراميك المحجوب كمان اللي فيه خمس امهات من على صفحتنا على السوشيال ميديا هيكسبوا نفس الهديه اللي انتوا كسبتوها. وده يعني عشان فرحه عم، مش بس اللي هنا في الاستوديو، انما كمان ناس في السوشيال ميديا هياخدوا ارضيات كامله للبيت كامله، يتزحلقوا زي ما هم عايزين.